طلاب العربية طالبات العربية أهلا وسهلا بكم من جديد في درسنا 16 من المنحى. درسنا اليوم هو المضارع المجزوم. تذكروا يا طلابي وطالباتي أن للمضارع أنواعا ثلاثة: المرفوع الذي ينتهي بضمة وقد درسناه، والمنصوب الذي ينتهي بفتحة وقد درسناه أيضا، ثم آخرها المجزوم الذي ينتهي بسكونه، وهذا هو موضوع درسنا اليوم. صيغة المضارع المجزوم مرة أخرى: المخاطب المخاطب الغائب، المفرد المثنى والجمع. وكما تلاحظون as you see prefix and suffix and drop in noon in certain pronouns. So the dropping of the noon is something that it does share with المنصوب. However, it differs from it in المرفوع and having a sukoon at the end instead of a fatha or of a dhamma. Now let's take the verb كتبه again to be consistent and conjugate it through المضارع المجزوم. أكتب. نحن نكتب. أنت تكتب. أنت تكتبي. أنتما تكتبا. أنتم تكتبوا. مرة أخرى الألف. أنتن تكتبن. هو يكتب. هي تكتب. هما يكتبا. هما تكتبا. هم يكتبوا وهن يكتبن. الآن انظروا إلى وظيفة المضارع المجزوم أو وظائفه. Now look at the functions again of المضارع المجزوم. وله أربع كما ترون. بعد لم لنفي الماضي. لم يدرس الأدب. He did not study literature. بعد لي وفل للأمر غير المباشر. لي وفل are used in indirect command in Arabic to mean let's do something. لنذهب إلى المقهى. لي نذهب. Let's go. So نذهب is in المجزوم after the لي of suggestion. بعد لا للنهي. We use it after لا for the prohibitive meaning do not do something. لا تخرج وحدك. Do not leave alone. وآخر استعمال, the last usage is بعد أدوات الشرط الجازمة. After particles of condition that require or prefer the use of المجزوم. For example, we have in here, which means if, and it's preferable to use المجزوم after. إن تسمع تفهم. If you listen, the intention is if you listen carefully, you shall understand. شكرا لكم مرة أخرى على انتباهكم وأراكم بإذن الله في درسنا القادم.